السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نحط ملف جوه ملف الوورد بحيث ان انا ما ابعتش ملف الوورد واقول له ان في مرفقات تانية جنبيه وممكن انساه. لا، هو نفس الملف يبقى جواه الملفات سواء اكسل سواء PDF او اي حاجة. كل اللي انا اعمله ان انا هاجي على المكان اللي انا عايز ادرك فيه الحاجة واروح قايل له انسيرت واروح قايل له اوبجكت واقول له اوبجكت وتختار مثلا هنا بيقول لك كرييت نيو ولا كرييت فروم فايل. هقول له كرييت فروم فايل وابدا اختار الملف اللي انا عايزه وليكن ملف مثلا بي دي اف. وليكن الملف دوت هيحصل ايه؟ هياخد الملف ده كله ويحطه جوه ملف الوورد دوت. هقول له انسيرت. لو قلت له لينك يبقى كده هيبقى فيه لينك بالاتنين. لا، ده انا عايزه يبقى موجود او جوه الملف الوورد. واقول له ديسبلاي اس ايكون، هيعرض لي الايكون ديت. ممكن تغير شكل الايكون، تديله اي ملف تاني، تمام؟ ممكن تخليها لا انا مش عايزها، عايز الاسم هو اللي يكون موجود، براحتك. دلوقتي الملف دوت بقى جواه الملف اللي هو البي دي اف. لو انا جيت هنا على ملف البي دي اف ودوس عليه مرتين هيفتح لي الملف البي دي اف بالشكل دوت.